انت متاكد انها طنط لوزة؟ هي الحقيقه كانت داخله مع الانسه بسنت اخت حضرتك وجوزها، وقالت روح نادي لي خالد حالا. قالت لك خالد حاف كده من غير اي اضافات؟ لا هي الحقيقه طبعا قالت لفظ كده بس انا مش هقدر اقوله يعني. لا لا قولي ايمن ما تتكسفش. لا خلاص حضرتك قول وانا اقول او لا. قالت لك خالد الواطي؟ ايوه يبقى هي طنط لوزة. حضرتك تقربي لمستر خالد؟ يا ساتر يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. تطلع مين بسلامتك بقى؟ أنا أشرف يا فندم. وأنا أشرف منك ومن اللي خلفوك. هنجرى ولا من قدام الأشرف من دمك. عسل يا طنط. عسل أسود ولا أبيض يا ولد؟ الاتنين. أنا بس جاي أشوف حضرتك لو تأمري بأي حاجة. ما يأمرش عليك عدو ولا حبيبي، ده العادي. أنا لما أعوز حاجة هقوم أعملها بروحي. يا فندم لا، ما إحنا مش عايزينك تتعبي روحك. زق عجلك يا نحنوح من هنا هون، واجري اجري اندهلي الواد ابن اخويا من هناك. قال لي انا اتخنقت بقى، وانا لما بزعل ببقى وحشه، وهي مش ناقصه. حالا يا تتاه. امشي. اهلا يا طنط، ازاي حضرتك؟ اوعى اوعى ما تكلمنيش يا واطي يا دون يا معفن. ليه بس كده يا طنط؟ ده انت وحشاني والله العظيم. اسكت، انا زعلانه منك. ليه بس يا حبيبتي؟ ده انت الوحيده اللي فضلي من ريحه بابا. لو كنت وحشك بصحيح زي ما بتقول كنت سالت على عمتك الغلبانه الوحدانيه. لكن مالك يا ولا خاسس كده ليه؟ معلش اصل خاسس شويه. بتاكل خس كتير يا ولا؟ ولا بتحب عواطي؟ عمتي بمناسبة واطي دي، أبوس إيدك. أنا هنا يعني بيعتبروني محترم شوية وأنا رئيسهم وكده، فالنبي بلاش تقول لي يا واطي قدامهم. ماشي يا واطي، ماشي، امشي من هنا يا ولد، امشي يا واطي. سخت، اتلسعت يا عوني. لازم تتلسع عشان في سم تعبان. سم؟ ما تخافش، انا شلت الماده القاتله اللي في السم بس سايب التعبان. طب والتعبان فين؟ في البراد. الحمد لله. المهم قول لي ايه مشكلتك؟ لساني دلدل معاهم يا عوني، وبرضك مش راضيين يجيبوا لي فيسبه جديده، رغم ان ولا كل فيسبه بالدنيا تعوضني عن فيسبتي. انا عندي حل ليك سمبل. وانا اروح ابو سمبل بايه يا عوني؟ وايه الحل اللي مدفون في معبد ده؟ سمبل يا جاهل، يعني بسيط يا امي. امك عوني ما بنجيبش سيره الام. حلك يا متولي انك تعمل اعتصام. عصام ايه؟ اعتصام مش عصام. اخته؟ اوه لوك متولي، انا هفهمك بس المهم مين يفهمني. وكلكم والبت بس انت اختك كوم لوحديها، مش شايباني.